حمود الديوي رئيس جامعة العناصر، جيت خلفا للمرحوم محمد أرمل الرئيس السابق الله يوليه برحمة الله، جينا لتكملة مشاريع جامعة العناصر، مثلا تزويد ساكنة دوار الزاوية بالماء الصالح للشرب، تزويد ساكنة عين الجرف بالماء الصالح للشرب مع دوار ايت زعيكوم ايت خليفة، تزويد سكان دوار ايت شعيب سيدي موسى بالماء الصالح للشرب، تزويد دوار ايت المسكين بالماء الصالح للشرب. وهناك فتح طريق ان شاء الله من الممول من طرف جهة فاس مكناس، الرابطة ما بين ايت دوار تشانات والطريق الرابطة ما بين تازوطا وصفرو. نشكر المجلس ديال العناصر على الثقة اللي وضع فيها، وهذا تكليف ماشي تشريف، ولكن ان شاء الله غادي ندوزوا المرحلة ونتمنى من الله الكمال. نوجه للساكنة ديال العناصر، انا راه الاشارة ديال الجميع الساكنة ديال العناصر، ومرسخ في الذاكرة ديالي واحد الخريطة ديال العناصر ككل. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.